يا مرحبا ترحيب تبقى على مر السنين، ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدبها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعاد عيني وبعد هدبها. تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين، من قبل لا تستمتع لاسمع وطرق بابها. الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين، فالابتكار ونادر الافكار واستجوابها. عليك يا قافي سلام وخل عنك العدلين، تبختار بوزنك وقافي تكفي رقبها. اطلبها للدوق الرفيع من اليسار لليمين، سجل حضورك فرصه جاتك جبها. يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين، ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها. الاولى ركز على مرضات رب العالمين، ما غيره يعينك اذا صكت عليك ابوابها. والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين، بدلهم لو تبتسم دنياك واشتبغ واشتبغ. وثالثة حالك تمنى الخير للناس اجمعين، يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتبها. اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها. اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها. يا مرحبا ترحيبتين تبقى على مر السنين، ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم في دبها، تفوح من صادق محبة.